ايه ده؟ سايب تجهيز القوات وجاي ليه؟ جيت ابلغك يا مولاي اننا بالتوقيت الارضي فضل لنا 10 دقايق ونهبط على سطح الكوكب. هايل، القوات عارفة مسارها؟ كله مظبوط حسب الخطة، لكن انا كنت جاي اخد موافقة جنابك على طريقة نأمن بيها قوتنا. هتأمن القوات ازاي؟ انا مش عايز اي تغيير في خطتي. هو مش تغيير، ده تعديل بسيط. انا شايف اننا نبعت قوات استطلاع قبل ما نهجم بقوتنا علشان نحمي نفسنا من خطر اي هجوم مفاجئ من سكان الارض. سكان الارض ما يقدروش يهزمونا. احنا ما عندناش معلومات كافية عن طبيعة الارض ولا عن طبيعة سكانها، ودي خطوة هتحمينا كلنا. ماشي، انا موافق، ابعت قوات استطلاع. انا عايز موافقة جنابك كمان اني اطلع مع القوات دي. وانت تطلع معاهم ليه؟ انا محتاج لك هنا لتنظيم القوات. لو اي حد منهم قدر يلاقي اوز ساعتها هيحميه، لانه قانونيا هو دلوقتي حاكم الكوكب، وساعتها مش هنقدر نتخلص من اوز نهائيا. انا لازم اوصل له قبل اي حد من القوات ما يشوفه. برافو، برافو عليك، المكافأة هتزيد يا وزير. انا يا مولاي مكافئتي زي مكافئة الشعب كله، وهي استمرارك في حكم الكوكب. وجودك هو اللي بيطمننا على ان الكوكب في امان. أنا عايز أعرف إزاي بس رشيدة قدرت توصلك؟ أنا اللي عرفتها مكاني يا بكار. إحنا في كوكبنا كلنا نقدر نبعت رسائل من مخنا لأي مخ تاني، وكمان نقدر نأثر عليه ونحركه. يا سلام، أنت عايزنا نصدق الكلام ده؟ أنا حاولت كتير، ما قدرتش أعمل ده على كوكبكم غير مع رشيدة. طب استنى كده يا حسونة، خليه يورينا بيعمل كده ازاي. كفايه دوشه بقى، راسي وجعتني. شفت؟ مش نافع، مخ البشر معقد جدا، مش قادر اخترقه، واللي بحاول اخترق مخه راسه بتوجعه، لكن مش بيوصل له اي رسائل مني ولا بعرف اتحكم في مخه. ايوه صحيح، اني حسيت ان راسي وجعتني. وقتها أنا كنت بحاول أبعت لمخك رسالة عشان تيجي هنا وتنقذني، بس للأسف ما نجحتش. يعني طلع أوز هو اللي بيدرب رشيدة وأنا اللي كنت ظلمك؟ بس تخيل كده لو كلنا نقدر نخترق دماغ بعض. مش عايز أخترق دماغ حد، عايز أخترق المكان ده وروح البيت علشان أتعشى. أوه كل حاجة عايزة تعشى، أنا جعانة عايزة تعشى. إيه في إيه فارس؟ إيه ده؟ معقول الكلام ده؟ فعلاً؟ بجد؟ شيء رائع. مالك يا أوز؟ وصلتني رسالة دلوقتي بتقول إن في قوات وصلت الأرض من الكوكب الأبيض عشان تنقذنا. ياه بجد؟ أنت أنقذت حياتي يا سيادة الوزير، وعارف اني سببت لك مشكلة كبيرة. بالعكس، انت عملت خدمة كبيرة لكوكبنا. يعني ايه؟ مش فاهم. مارو لما عرف انك وصلت هنا قرر انه يتخلص منك. ايه يا خبر؟ وبعتني لتنفيذ المهمة دي. بس انت ما نفذتش كلامه وانقذتني. زي ما قانون الكوكب الابيض بيقول، انت دلوقتي تعتبر حاكم الكوكب الابيض وكوكب الارض. انا لا يمكن اسمح لمارو يستمر في ظلمه. مارو دلوقتي تحت مراقبة قوات الاقتحام،
وكلنا مستنيين قرارك بصفتك حاكم الكوكب. قراري؟ طبعا، عايزين نعرف ننفذ خطة اقتحام الأرض ولا نوقفها، وكمان لازم قوتنا تعرف هنتصرف ازاي مع مارو. انا هقولك هنعمل ايه بالظبط. انا مبسوط قوي يا بكار اني عرفتك وعرفت اصحابك وفهمت حاجات كتير عن كوكب الارض. دي كانت احلى رحلة في حياتي. انا كمان يا اوز مبسوط اني قابلتك. عرفت بقى يا حسونة ان مش كل الفضائيين اشرار، هما بس مختلفين عننا. ايوه فهمت، هو مختلف عننا بس عندنا منه كتير وبنزرعه ونقطفه عادي. عارف يا اوز اني نفسي قوي اجي الكوكب الابيض علشان اجرب الاكل بتاعكم. احنا ما بناكلش يا فارس، احنا بنشرب مية ونقعد في الشمس. تعالى هتنبسط عندنا. ها؟ لا معلش، اصلي عامل رجيم. لو ما جالش كده ما يبقاش فارس. شكرا يا رشيدة، انت الوحيدة اللي فهمتيني في كوكب الارض. هحاول ابعتلك رسائل كتير، ولو عايز يا بكار توصل لي اي رسالة ابقى اقولها لرشيدة. يلا يا رشيدة هتبقي